أعزائي طلبة الصف الثاني عشر العلمي نستكمل وإياكم في سلسلة لقاءات مادة الرياضيات في الوحدة الثانية تطبيقات التفاضل ونبدأ على بركة الله في الدرس الأول نظرية رول. نبدأ أولاً بالأهداف للدرس يتوقع منك عزيزي الطالب أن تكون قادراً على التعرف على نظرية رول وشروطها أيضاً البحث في تحقق شروط نظرية رول أيضا تحديد قيمة ثابت يسمى جيم التي تعنيها نظرية أو التي تحددها نظرية رول نبدأ في نص نظرية رول نظرية رول للعالم ميشيل رول سنة 1639 وضع نظرية نص النظرية إذا كان الاقتران قاف السين متصلا في فترة مغلقة ألف ب وقابلا للاشتقاق في فترة مفتوحة ألف باء أطراف المجال ما بتدخل عندنا في قابلية الاشتقاق وكان قاف الألف يساوي قاف الباء فإنه يوجد عدد واحد على الأقل أقل شيء راح نلاقي إذا تحققت الثلاث شروط فنضمن على الأقل وجود عدد واحد على الأقل مثل الجيم ضمن الفترة المفتوحة ألف باء بحيث مشتقة الاقتران عند هذا القيمة هذا الجيم تساوي صفر إذا لنظرية رول يوجد ثلاثة شروط الشرط الأول أن الاقتران متصل على فترتنا المغلقة ألف باء شرطنا الثاني الاقتران قاف السين قابلا للاشتقاق على الفترة المفتوحة ألف باء نركز الاتصال فترة مغلقة والاشتقاق على فترة مفتوحة وشرط الثالث لنظرية رول قاف الألف تساوي قاف الباء يعني صورة البداية للفترة تساوي صورة النهاية النتيجة نتيجة يوجد عدد واحد على الاقل مثل ج ضمن الفتره ا ألف ب بحيث المشتقه ق فتحل الج تساوي صفر. لنفهم النظريه لفهم النظريه هندسيا لو جينا على مستوى ديكارتي محور السينات ومحور الصادات ورسمنا اقتران يمتاز بهذه الميزات الثلاث لنفترض ان بدايه الفتره عندي الف فبدي افترض ان الاقتران بلش متصل ما رفعت القلم وقابل الاشتقاق يعني المنحنى املس ما في مشاكل فيه وهي عندنا با اقتراننا اذا لاحظتوا بخلال الرسم هو عباره عن اقتران متصل الاقتران اللي سميته قاف السين وقابل للاشتقاق لان منحنى املس ما في عندي اي رؤوس مدببه واي زوايا واذا لاحظنا ايضا صوره الالف بنفس الارتفاع مع صوره الباء يعني قاف الألف تساوي قاف الباء. فضمن ثلاث شروط أكيد رح نلاقي مماس أفقي. مماس يوازي محور السينات. أكيد راح نلاقي قيمة ما بين ألف وباء ولتكن جيم. هاي قيمة الجيم مشتقة الجيم قاف فتحة للجيم تساوي صفر. لأنه المماس وازى محور السينات، المماس وازى محور السينات. هذا هو عبارة عن المفهوم الهندسي لنظريه رول بشرط تحقق الثلاث شروط لكن اذا فقدنا احد الشروط او جميع الشروط هل هذا الكلام يعني لا يوجد قيمه جيم تعنيها النظريه هذا الكلام ما ما بقدر اجزم فيه لانه قد يكون هنالك جيم وقد لا يكون هنالك جيم اللي بقدر اجزم فيه لان نظريتنا باتجاه واحد تحقق الثلاث شروط يضمن تحقق الجيم يضمن وجود الجيم ننتقل إلى مثال واحد بين أن الاقتران قاف السين سين تربيع ناقص سين ناقص ستة كثير الحدود من الدرجة الثانية يحقق شروط نظرية رول، يعني أولاً نبحث في شروط نظرية رول في الفترة صفر وواحد بعد ذلك جد قيمة أو قيم جيم التي تعنيها النظرية التي تحددها النظرية. نبدأ بالحل نبحث في شروط رول، شروط رول ثلاث شروط أول شرط نبحث في شرط الاتصال نلاحظ أن الاقتران كثير حدود فهو متصل قاف السين متصل في الفترة المغلقة صفر واحد لأنه كثير حدود كثيرات الحدود دائما متصلة وهي أيضا قابلة للاشتقاق اثنين قاف السين قابل للاشتقاق في الفترة صفر وواحد لنفس السبب لأنه كثير حدود وبنقدر نوجد مشتقته وما فيها مشكلة وإذا حبينا نوجد مشتقتها هاي مشتقة الاقتران قف فتحة للسين تساوي اثنين سين ناقص واحد سيناتنا ضمن الفترة المفتوحة صفر وواحد ثلاث نبحث في صورة بداية الفترة وصورة نهاية الفترة قاف الصفر نعوض صفر في الاقتران صفر تربيع ناقص صفر ناقص ستة يعني سالب ستة وأيضا نعوض الواحد في الاقتران قاف الواحد واحد تربيع ناقص واحد صفر ناقص ستة سالب ستة إذا قاف الصفر تساوي قاف الواحد من الملاحظة من تطبيق الثلاث شروط يعني الاقتران قاف إذا الاقتران قاف السين يحقق شروط رول تحقيق الشروط على الفترة المغلقة اللي انت أعطيتني في نفس المثال الآن نذهب إلى إيجاد قيمة جيم إيجاد جيم ضروري يكون عندنا موجودة الجيم ليش؟ لأن الاقتران حقق رول في الثلاث شروط حقق شروط رول فإيجاد الجيم هاي الجيم تنتمي للفترة في الفترة المفتوحة اللي هي عبارة عن ألف وباء قاف فتحة للجيم كنتيجة تساوي صفر بنضمن منها نعوض الجيم في الاشتقاق اثنين جيم ناقص واحد تساوي صفر ومنها جيم تساوي نص وهو مقدار ينتمي للفترة صفر وواحد إذا قدرنا نلاقي هاي الجيم أي أن الاقتران قاف في السين التربيعي سين تربيع ناقص سين ناقص ستة حقق شروط نظرية رول وأعطانا قيمة جيم اللي بتشكل عندها مماس أفقي في الفترة صفر واحد وهو عبارة عن القيمة السينية نص ننتقل الآن إلى المثال رقم اثنين ابحث في تحقق شروط نظرية رول على الاقتران قاف السين متعدد قاعدة سين ناقص اثنين عندما سين أكبر من أو تساوي سالب أربعة أصغر من سالب واحد وسين تربيع ناقص سبعة س اكبر من او تساوي سالب واحد اصغر من واحد. بدنا نبحث في تحقق شروط نظريه رول في الفتره سالب اربعه وواحد. ثم جد قيمه او قيم جيم التي تحددها النظريه ان وجدت، يعني ان تحققت الشروط فاننا نضمن وجود جيم، اذا فقدنا احد الشروط فاننا لا نضمن عدم وجود او وجود قيمه جيم. نبدا بالحل في تحقق الشروط. اولا نبحث في الاتصال كما تعلمنا في الوحدة الأولى نلاحظ أن الاقتران في الفترة سالب أربعة مغلقة وسالب واحد كونها نقطة تفرع مفتوحة نوع الاقتران أو القاعدة هي عبارة عن كثير حدود فهو متصل الفترة أيضا من سالب واحد مفتوحة لأنها نقطة تفرع إلى واحد مغلقة لوجود المساواة عندها برضو متصل كثير حدود المتبقي لتغطية الاتصال على كل المجال المحدد عندي في السؤال هي عبارة عن بحث الاتصال عند نقطة التفرع فنرى أن النهاية اليسرى س أصغر من سالب واحد النهاية اليسرى عند السالب واحد سالب واحد ناقص اثنين يعني سالب ثلاث والنهاية اليمنى س أكبر من سالب واحد اللي هي عبارة عن سالب واحد تربيع واحد ناقص سبعة سالب ستة إذن الاقتران غير متصل عند السين تساوي سالب واحد والصورة طبعا تساوي سالب ستة فبقدر اكتب انا كطالب لازم اوضح الاتصال بشكل كامل لازم اكتب الاتصال على الفترة الاولى على الفترة ما بين ما بين السالب اربعة والسالب واحد قاف السين متصل لانه كثير حدود الاسباب اللي ذكرناها ايضا على الفترة من سالب واحد الى واحد قاف السين متصل لانه كثير حدود ايضا عند النقطة س تساوي سالب واحد قاف غير متصل للسبب اللي ذكرناه أن النهاية لأن النهاية لما سين تقترب من سالب واحد يسارا للاقتران قاف مختلفة تماما عن النهاية لما س تقترب من سالب واحد يمينا. الرجاء عزيزي الطالب أن توضح جميع النقاط في عملية الاتصال. نذهب الآن إذا شرط الاتصال غير متحقق في هذه المسألة نذهب الآن إلى الحكم النهائي أي أن قاف السين غير متصل في الفترة سالب أربعة واحد لأن فقدناها عندي سالب واحد نذهب إلى الاشتقاق نشوف المشتقة بما أنه غير متصل فعندي أكيد راح يكون غير قابل للاشتقاق عند النقطة اللي كان عندها غير متصل لكن برضو راح نشتقها قاف فتحة للسين لأن راح تهمني هاي فكرة الاشتقاق في إيجاد الجيم، لأن الجيم تعتمد على الاشتقاق. فالقاعدة الأولى راح تصبح عندي واحد سين ناقص اثنين واحد، والقاعدة الثانية اثنين سين، وراح أضيف كمان المنطقة اللي كانت عندها غير موجودة راح تظهر عندي المشتقة. فالقاعدة الأولى بنشيل المساواة عن الأطراف لأن المشتقة غير موجودة، والسالب واحد ما هو أصلاً غير متصل فهو غير قابل للاشتقاق. أيضاً الفترة الثانية واحد وغير موجودة عندما س طرفي المجال سالب أربعة وواحد وأيضا نقطة الانفصال أو عدم الاتصال راح تكون عند المشتقة غير موجودة إذا قاف غير قابل للاشتقاق هاي فقدنا شرطين في فترتنا سالب أربعة وواحد المتبقي عندي الشرط الأخير وهو عبارة عن قاف هاي الاتصال وهي الاشتقاق صرنا باحثين فيهم وفقدناهم الصور صورة الشرط الثالث الصور فقاف السالب أربعة تساوي تعويضنا للسالب أربعة بيكون في قاعدة الأولى قاعدة المساواة سالب أربعة ناقص اثنين يعني سالب ستة وتعويض الواحد راح يكون في القاعدة الثانية راح يطلع عندي واحد ناقص سبعة ويساوي سالب ستة اتحقق الشرط الاخير اللي هو عباره عن شرط الصور، لكن بشكل عام قاف لا يحقق شروط رول في الفتره سالب اربعه وواحد. لكن هذا الكلام ما بيضمن لي وجود او عدم وجود جيم. بنبحث الحين في قيمه ج. لتحديد قيمه جيم نستخدم نتيجة النظرية قاف فتحة للجيم تساوي صفر لكن من الملاحظ أن الاقتران في الاشتقاق عندما تم اشتقاق قاف السين أعطاني قاعدتين قاعدة ما بين السالب أربعة والسالب واحد جزء والآخر ما بين السالب واحد وما بين الواحد فعندي أنا إيجاد جيم بتم على مرحلتين بدي أفحص كل واحدة لحال أول شيء إذا كانت هاي الجيم ضمن الفترة سالب أربعة وسالب واحد المرحلة الثانية إنها تكون الجيم ما بين السالب واحد وما بين الواحد نطبق تعويض الجيم في المشتقة في هاي الفترة المشتقة هي عبارة عن واحد يعني واحد يساوي صفر هذا مستحيل مرفوض رياضيا يعني مش راح أحصل منه ولا على قيمة لجيم الآن نبحث في إيجاد جيم في الفترة ما بين السالب واحد والواحد ننظر إلى المشتقة 2 س يعني بتعويض الجيم تصبح 2 جيم تساوي شرط النظرية أو نتيجة النظرية آسف صفر بالقسمة تصبح ج تساوي صفر وهي تنتمي للفترة سالب واحد واحد أي أن الشروط لا تتحقق لكن نتيجة النظرية تحققت فلذلك ممكن عدم تحقق الشروط ولكن إيجاد قيمة ج أو عدم تحقق الشروط وعدم وجود ج ننتقل الآن إلى المثال الثالث إذا علمت أن الاقتران قاف السين نسبي س تربيع ناقص خمسة س زائد ستة مضروبا في س زائد ألف على س ناقص 3 س ضمن الفترة سالب واحد ب مغلقة يحقق شروط نظرية رول هذا الاقتران يحقق شروط نظرية رول في الفترة سالب واحد ب وكانت قيمة جيم التي تعنيها النظرية هي نتيجة جيم محدد لنا إياها في نص المثال تساوي صفر وهي ضمن الفترة فجد الثابتين ألف ب يعني نريد توظيف شروط نظرية رول في الحصول على قيمة ألف وباء. بما أن الحل، بما أن الاقتران، بما أن قاف السين يحقق شروط رول في الفترة سالب واحد وباء، فراح استخدم أولاً شرط الاتصال. فهذا بيضمن لي أنه قاف السين متصل. في الفترة سالب واحد وباء لكن أنا بلاحظ أن الاقتران اللي عندي اقتران نسبي مكون من بسط مقام وفي مشكلة بالمقام بتعويضها والحصول على صفر عند العدد ثلاث لذلك يجب أن تكون الباء أقل من ثلاث يعني لو افترضنا أنك أخذت الفترة من سالب واحد لخمسة فأنت هيك الغيت تحقق شروط النظرية لأن شرط الاتصال لم يتحقق لحصولك على صفر المقام ضمن الفترة لذلك هاي المعلومة قاف السين متصل في الفترة سالب واحد وباء وهو نسبي نستثني الصفر لاستثناء بشكل تام فيجب أن يكون هاي بتضمن لي إنه الباء راح تكون أصغر من ثلاث مستحيل تصل لثلاث وأيضا لازم تكون الباء كمان أكبر من سالب واحد على أساس أن أظل محافظ على شكل الفترة فهاي الملاحظة الأولى بدنا نسميها ملاحظة رقم واحد بتهمني في نص السؤال بما إني حصلت على إني حددت وين المنطقة اللي بتكون فيها خلل في الاتصال واستثنيتها فبقدر الحين أحلل المقدار التربيعي وأعمل اختصار أجيب صورة الاقتران اللي يتشابه مع هذا الاقتران دون أي خطورة فبقدر الحين أحلل البسط س س ولا ننسى س زائد أ والمقام س ناقص ثلاث لو جينا حللنا بده يطلع عندي سالب ثلاث عددين ضربهم ستة ومجموعهم سالب خمسة هم عبارة عن سالب ثلاثة وسالب اثنين. فبصير عندي عملية اختصار ما بين س ناقص ثلاثة س ناقص ثلاث، فالصورة المكافئة راح تكون س ناقص اثنين في س زائد ألف. طبعًا ما إحنا عارفين إنه هنا السين مستحيل تكون قديش إيش؟ قيمتها ثلاثة، يعني هنا للصورة المكافئة السين تساوي ثلاثة حصلنا على صورة للاقتران أبسط من الصورة اللي كانت موجودة عندنا. فبنقدر نضربهم في بعض قاف السين يعني بصير الشكل العام اللي إله، إذا حبينا نبسط المقدار بقدر أنا أبسط المقدار وأسويه عملية تربيعية يعني بيصير يصير س تربيع زائد ألف سين ناقص اثنين سين ناقص اثنين ألف، هيك بنكون حصلنا على هذا الاقتراح. الحين نستخدم الشرط الثاني من شروط رول أيضا قاف السين قاف السالب واحد هي نفس قاف الباء. لأن الاقتران يحقق شروط نظرية رول فنيجي نعوض السالب واحد وتعويضنا للباء راح يعطيني كميتين متساويتين الآن بتعويض سالب واحد بالاقتران والباء بالاقتران فتصبح واحد ناقص ألف زائد اثنين ناقص اثنين ألف تساوي نعوض الباء تصبح باء تربيع زائد ألف باء ناقص اثنين باء ناقص اثنين ألف هاي المعادلة بالطرف الأيمن نلاحظ سالب 2 ألف والطرف الأيسر سالب 2 ألف نرتب المعادلة لتصبح ب تربيع زائد ألف ب ناقص 2 ب زائد ألف ناقص 3 تساوي صفر وهي معادلة رقم 2 الآن نستخدم نتيجة نظرية رول فقاف فتحة قاف فتحة للسين تساوي نشتق الاقتران 2 سين زائد ألف ناقص اثنين نعوض قاف فتحة للجيم نعلم أن نتيجة نظرية رول قاف فتحة للجيم تساوي صفر لكن الجيم محددة عندي من معطيات المسألة جيم صفر يعني قاف فتحة للصفر تساوي صفر نعوض في الاشتقاق فتصبح ألف ناقص اثنين تساوي صفر ومنها ألف تساوي اثنين بما أن أوجدنا قيمة الألف نعوض في المعادلة الثانية لنحصل على ب تصبح معادلة 2 تصبح معادلة 2 كما يلي ب تربيع نعوض 2 مكان الألف زائد 2 ب ناقص 2 ب زائد 2 ناقص 3 تساوي 0 نختصر 2 ب مع 2 ب بتروح بتظلها ب تربيع تساوي واحد بأخذ الجذر التربيعي للطرفين ب تساوي زائد ناقص واحد لكن من معادلة رقم واحد أو متباينة واحد نلاحظ أن الباء محصورة ما بين السالب واحد وما بين الثلاث إذا قيمة السالب واحد ترفض فنستنتج أن الباء هي عبارة عن موجب واحد وهكذا نكون قد حصلنا على قيمة ألف وباء باستخدام وتوظيف شروط نظرية رول ننتقل الآن إلى مثال الرابع، إذا كان قاف السين اقتران متصل على فترة ألف جيم بحيث قاف فتحتين للسين موجودة في الفترة ألف وجيم، وكان قاف الألف تساوي قاف الباء تساوي قاف الجيم، حيث باء أكبر من ألف وأصغر من جيم. أثبت وجود عدد حقيقي واحد على الأقل مثل د بالفترة ألف وجيم بحيث قاف فتحتين للدال تساوي صفر. إذا لاحظنا عندي هنا البحث يتم على قاف فتحتين لعدد مثل دال تساوي صفر لكن نتيجة رول كانت تتحدث عن قاف فتحة للدال أو للجيم تساوي صفر إذا نريد استخدام قاف فتحة للحصول على قاف فتحتين للدال أولا نبحث يعني بدي أقسم المسألة في الحل إلى أجزاء أولا نبحث شروط رول على الاقتران قاف السين ضمن الفترة الترتيب من ألف لباء نأخذ أولا من ألف لباء على الفترة ألف ب فمن هاي الشروط بنحققها المخطط اللي بنشتغل فيه ثانيا نبحث في شروط رول على برضو قاف السين على الجزء الثاني من بالجي وأخيرا نستخدم نتائج الجزئين الأول والثاني للحصول على تطبيق شروط رول نطبق رول شروط رول على المشتقة قاف فتحة للوصول إلى قاف فتحة احنا على مشتقة قاف فتحة للسين وفترة تنشأ من نتائج واحد واثنين ولتكن هي عبارة عن جيم واحد وجيم اثنين وهي عبارة عن مجموعة جزئية من المجموعة الكلية أو من الفترة الكلية فترة جزئية من الفترة الكلية إذا نبحث في الشروط الشرط الأول أول شرط هل الاقتران قاف السين متصل على الفترة ألف وباء؟ من نص السؤال قاف السين اقتران متصل على كل الفترة الكلية ألف وجيم فهو بالضرورة متصل على الفترة الجزئية وأيضا قاف فتحتين موجودة فإذا قاف السين متصل في الفترة ألف وباء، لأنه أو لأن قاف فتحتين للسين موجودة على الفترة الكلية. اثنين قاف السين قابل للاشتقاق في الفترة ألف وباء. ليش؟ لنفس السبب السابق قاف فتحتين أيضا موجودة. ومن المعطيات قاف الألف تساوي قاف الباء، قاف الألف تساوي قاف الباء من المعطيات. إذن الثلاث شروط تحقق بمعنى يوجد، إذن يوجد عدد حقيقي على الأقل مثل جيم واحد خلينا نسميه، ينتمي للفترة المفتوحة ألف وباء، وهو إذا انتمي للفترة المفتوحة ألف وباء، ينتمي للفترة الكلية ألف وجيم بحيث قاف فتحة لجيم واحد تساوي صفر هاي أول حالة نطبق نفس نفس ما كتبناه في محادلة في ملاحظة واحد إلى الثانية لتصبح أولا قاف السين متصل على أو في الفترة باو جيم ليش؟ لأن قاف فتحتين موجودة أيضا قاف السين قابل للاشتقاق على الفترة المفتوحة باو وجيم لأن قاف فتحتين كمان عندي موجودة أيضا شرطنا الثالث من المعطيات صورة الباء تساوي صورة الجيم اللي حط إياها في المعطيات من المعطيات النتيجة يوجد عدد يوجد جيم2 عدد على الأقل مثل جيم2 في الفترة باو جيم بحيث قاف فتحة للجيم2 تساوي صفر. هاي النتيجة، وهاي النتيجة اللي عندي هان بدنا نوظفها في الاستخدام لتطبيق شروط رول على قاف فتحة. بنلاحظ أول شرط من هاي الشروط إنه يكون قاف فتحة متصل. طيب ما هو أنا عندي قاف فتحتين موجودة فمعناها أكيد كان الاقتران قاف فتحة أيضا متصل. قاف فتحة للسين متصل على جيم واحد وجيم اثنين لأن قاف فتحتين إيش؟ موجودة. لأن قاف فتحتين موجودة. أيضا قابل للاشتقاق، قاف فتحة للسين قابل للاشتقاق لنفس السبب. للاشتقاق ما ننسى على فترة مفتوحة جيم واحد وجيم اثنين اللي هي تجزء من الفترة الكلية لنفس السبب. و من نتائج واحد واثنين فقاف فتحة للبداية جيم واحد نطبق على قاف فتحة تساوي قاف فتحة للجيم اثنين اللي جوابهن الاثنين كان عندي صفر من نتيجة واحد ونتيجة اثنين بمعنى يعني الاقتران قاف فتحة إذا يوجد عدد واحد على الأقل على الأقل عدد واحد على الأقل مثل د في الفترة ج واحد وج اثنين اللي هي محتواه هاي محتواه جزئية من الفترة يعني بدي أنا أعطي نفس النتيجة اللي بدي إياها ألف وجيم بحيث قاف فتحتين للدال تساوي صفر هكذا نكون قد وصلنا إلى إثبات وجود عدد واحد على الأقل مثل د بالفترة الكلية ألف وجيم بحيث قاف فتحتين لتلك الدال تساوي صفر الآن عزيزي الطالب ننتقل إلى مهمة تعليمية أولا سؤال الأول بيّن أن الاقتران قاف السين يساوي جيب السين زائد جتا سين يحقق شروط نظرية رول على الفترة المغلقة صفر واثنين باي ثم أوجد قيمة أو قيم جيم التي تحددها النظرية اثنين السؤال الثاني إذا كان قاف السين وكاف السين اقترانين متصلين على الفترة ألف وباء وقابلين للاشتقاق على الفترة المفتوحة ألف وباء بحيث قاف الألف تساوي كاف الألف قاف الباء تساوي كاف الباء أثبت وجود عدد واحد على الأقل مثل جيم في الفترة ألف وباء فترة المفتوحة بحيث قاف فتحة للجيم تساوي كاف فتحة للجيم وفي نهاية اللقاء عزيزي الطالب نتمنى أن تكون قد استفدت من هذا اللقاء وإلى لقاء آخر في نظريه القيمه المتوسطه لاستكمال هذا الدرس ودمتم بالف خير